الحمد لله الذي أنعم علينا بأن نرقب غروب الشمس من أفق القدس، وأن نصحو على صوت أذان الفجر يصدح من ساحات مسجدها المبارك. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أسري به ليلا إلى هذه الأرض العظيمة، فكانت دربه وطريقه إلى السماوات العلى. نرحب بكم ضيوفنا الأحبة في حفل إطلاق صندوق منح وإقراض الطلبة المقدسيين ضمن برامج ونشاطات صندوق وقفية القدس الشريف. ولأنها القدس جوهرة النضال الفلسطيني وبوصلة العرب والفلسطينيين في صراعهم للتحرر من نير الاحتلال، وبذلت في سبيلها الدماء أنهارا، ومن منطلق احترامنا لتلكم الدماء الزكية، فلنقف دقيقة عز وفخار نستذكر شهداءنا الأبرار مع سماع النشيد الوطني الفلسطيني. النشيد الوطني لو سمحت. شكرا لكم. لأنها في القدس فهي جميلة، ولأنها من القدس فإنها عظيمة، ولأنها للقدس فهي مستهدفة. هكذا توصف جامعة القدس، هذا الصرح الجميل العريق الذي ارتبط بالقدس حتى بات رمزا من رموزها، وصرحا شامخا لا تهزه الريح ولا تسقطه الأزمات. مع كلمة جامعة القدس يلقيها الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في جامعتكم، جامعة القدس، جامعة الكل الفلسطيني، في هذه المبادرة الطيبة من صندوق ووقفية القدس برئاسة رجل الأعمال الفلسطيني السيد منيب رشيد المصري. حقيقة كانت مبادرة صندوق ووقفية القدس من رجل الأعمال السيد منيب بطرحها على سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، لأنه شعر بأن هناك انحراف في بوصلة فلسطينية تجاه القدس، ونحن ممتنين ومشكورين بتخصيص كل وقته لهذا الملف الهام من أجل أن يعيد للناس ربط وجداني وروحي ومالي في مدينة القدس. والكل يعلم، يعني لا أريد الخوض بهذه التفاصيل، الكل يعلم أن هناك إشكالية حقيقية بما يجري في مدينة القدس من تهويد وتضييق وخنق للمواطن المقدسي من أجل تهجيره عن هذه المدينة العزيزة على قلوبنا جميعا. ولكن هذه المبادرات التي تهدف بالأساس إلى تمكين المواطن المقدسي
من أجل أن يبقى في مدينة القدس. هذه المبادرات التي تحتاجها فلسطين وتحتاجها مدينة القدس. والحمد لله أن السيد منيب المصري لديه هذه الطاقة الهائلة التي تفوق طاقة الشباب في السعي الدؤوب إلى إيجاد كل المصادر المختلفة في العالم العربي والإسلامي، والحراك الذي يقوم به بربط رجال الأعمال العرب والمسلمين في مدينة القدس. سيأتي ثمر، سيتم حصد هذا الثمر قريبا إن شاء الله من خلال التواصل الحثيث في آخر سنة مع كل المؤسسات والشخصيات ورجال الأعمال، مثل اللقاء الذي جرى في تركيا مع رئيس الغرف التجارية، وكذلك مع الأمير تركي بن الفيصل في السعودية، ومع محمد الثاني في قطر، وكثير من الناس المهتمين بأن هناك حاجة ماسة لإعادة ربط العلاقة مع مدينة القدس. وهذا حقيقة من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يجب أن نسجل شكرنا لأخونا ورئيس هذه المؤسسة السيد منيب رشيد المصري. تكمن فكرة هذا النشاط اليوم من الأنشطة الذي يقوم بها صندوق وكفيد القدس، حيث تبرع صندوق وكفيد القدس بمبلغ 50,000 دينار أردني لتمكين الطالب المقدسي. وبالفعل تم تشكيل لجنة من صندوق وكفيد القدس، وطبعا هذه اللجنة من ناس متخصصين في العمل التعليم بشكل عام في مدينة القدس، وتم توزيع استمارات على الطلبة المقدسيين من أجل تبيان الحاجة للمساعدة. ومن جهة أخرى تم توقيع اتفاقية مع البنك الوطني لتخصيص مبلغ 400,000 دولار من أجل مساعدة الطلبة المقدسيين من خلال تسهيل دفع الأقساط على الأهالي الذين يعانون من أوضاع اقتصادية نوعا ما متوسطة، بحيث أنه نسهل عليهم تعليم أبنائهم. فمن جهة هناك المنح للطلبة المحتاجين، وهناك القروض الميسرة للعائلات اللي وضعهم الاقتصادي معتدل. وبالتالي هذه من أهم النشاطات التي يقوم بها هذا الصندوق لتمكين العائلة المقدسية من خلال تعليم أبنائها. فهذا نشاط برأيي مهم جدا للعناية بأبنائنا من خلال التأكد من تحصيلهم العلمي، تنشئتهم التنشئة الوطنية. ومشكور صندوق وكفيد القدس وكل زملائنا في مجلس الإدارة موجودين في هذا الصندوق على وقتهم ورعايتهم واهتمامهم الخاص بإيجاد الطرق والوسائل المختلفة لتحقيق هذا الهدف، وهو تمكين المواطن المقدسي. شكرا جزيلا لحضوركم. لا أود الإطالة على ما يبدو في مجموعة من الكلمات، فأهلا وسهلا فيكم في جامعة القدس. شكرا جزيلا. منذ أن انطلق صندوق وقفية القدس وهو يقدم خدمات جليلة وبرامج مميزة تعين المقدسيين على هموم حياتهم اليومية وتساعدهم على ثباتهم في وجه المؤامرات السرية والعلنية لتهجيرهم وترحيلهم، ومهما قدمنا تستحق القدس أكثر، وتستحق منا الوقوف صفاً واحداً للدعم والمؤازرة. وللتعريف أكثر بصندوق وقفية القدس فلنتابع هذا الفيديو المبين أمامكم. قبة ذهبية تحمل هلالا يطل على أشراس الكنيسة، تحتضنه
ونستقبل الآن السيد المهندس منيب رشيد المصري ليحدثنا أكثر وأكثر عن هذا المشروع. رئيس مجلس إدارة الصندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي إخواني ما حفظ الألقاب، بس بدي أخص شيخنا العظيم الجليل أخي عكرمة، صبحك بالخير ومسيك بالخير. أنا بكيف لما بشوفك، معناته الدنيا بخير. لما بشوفك بخير معناته القدس بخير. بدي أشكر أخي العزيز أبو فايق الأستاذ الدكتور عماد أبو كشك على كلماته اللطيفة اللي ربما ما بستاهلها. إحنا اليوم بجامعة القدس، جامعة الكل، الجامعة اللي أنا شخصياً وناس كتير مثلي بيفتخروا فيها وبيفتخروا بأساتذتها وبيفتخروا بتلاميذها، لأنه كل واحد منكم مناضل، كل واحد مقاوم، كل واحد عم بقول لإسرائيل إحنا هون باقون ما دام الزيت والزيتون باقي إحنا باقي هون، ما دام الصخر باقي إحنا باقين هون. وإحنا بالقدس، القدس يعني عندها كل الخطط الاستراتيجية موجودة في القدس. القدس بدها وحدة وبدها تصميم. إذا أخذنا الوحدة والتصميم إحنا إن شاء الله بنقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، القدس الشريف، القدس الشرقية، القدس القدس. يعني في ثلاث أشياء ما لازم تغيب عن بالكم ما دام الإعلام موجود هون وإخوان كمان موجودين هون وتلاميذ موجودة هون. عفواً نسكتوا هذا، سكتنا. ثلاث أشياء بدنا نعملها بجامعة القدس، لأنه هذه جامعة مميزة، جامعة واحدة في الدنيا كلها اسمها جامعة القدس، وهذه جامعة القدس. وصندوق وقفية القدس كان أحد أسبابه من 10 سنوات، وأنا بحاول إنه نعمل شيء للقدس، منها جامعة القدس، من شان القدس تضلها صامدة وتضلها موجودة وتضلها عندها البادجت تاعتها من شان تقوم بواجبها نحو فلسطين. فالواقع ثلاث أشياء مهمين كتير كتير لازم نقوم فيهم، وجامعة القدس تكون البادئة فيهم، هو إنهاء الانقسام اللي هو من أهم قضية إلنا في فلسطين، ولازم ننهي الانقسام ونتوحد ونحب بعض. طول ما احنا متفرقين وفي انقسام معناته ما بتكون لنا خيامه، ما عندنا اي امكانيه للاستقلال. الشغله الثانيه هي صندوق وقفيه القدس. صندوق وقفيه القدس كمان من دعائم الثلاث اشياء اللي عم نطلب فيها: انهاء الانقسام، صندوق وقفيه القدس، لصمود القدس. والشغله الثالثه اللي هي صندوق او وقفيه القدس للبحث العلمي وجوده التعليم. والحمد لله جامعة القدس ممثلة فيهم كلهم هدول. فهالثلاث أشياء هذه إذا قمنا فيها واشتغلنا مظبوط نصل. أنا بعتقد إنه قطار صندوق وقفية القدس بدأ يتحرك، لأنه بعتقد إنه كل من قال إنه أنا بشتغل في القدس كنا شاكرين لأخي المحافظ أبو غالب إنه جمعنا عنده، وقبلها اجتمعنا في رام الله، وقلنا كل من قال إني بدي أشتغل بالقدس يجي يشرف ونقعد مع بعض ونوزع المسؤوليات علينا كلنا، لأنه تتحمل القدس إنه فعلا نقعد لها ونشتغل بقلب طيب وقلب مزبوط، وكل قلبنا على القدس، إنه نقول كل الناس بيقدروا يشتغلوا في القدس، نشوف قديش في بادجت في القدس، قديش لازم نعمل في القدس، وكل ناس بيشتغلوا في القدس مشكورين إنه عم بيشتغلوا في القدس. وطبعا القدس يعني أعمال تراكمية من زمان، ناس بتشتغل كتير في القدس، يعني الرئاسة بتشتغل بالقدس، الحكومة بتشتغل بالقدس، مؤسسة التعاون بتشتغل في القدس، جامعة القدس بتشتغل في القدس كتير، المحافظة بتشتغل في القدس. القدس ناقصها
إنه نجمع بعض ونقول والله القدس بحاجة. إذا رتبنا 70-100 مليون دولار في القدس كل سنة إحنا بخير، وإن شاء الله هذا بنعملها للخمس سنوات القادمة ونعملها كمان لخمس سنوات قادمة. يعني بدنا نلم من فلسطينيين الداخل والخارج حوالي 100 مليون دولار، ونقول للعرب والمسلمين والإخوان والبلاد الغربية اللي قلبها كمان على القدس، نقول عليكم واجب للحفاظ على القدس، لأنه منذ 1897 شيخ عكرمة وأنت سيد العارفين إسرائيل، يعني المشروع الصهيوني اللي بدأ فيه هرتزل 1897 عم بطبقوه يوميا، بطبقوه شهريا، سنويا، كل خمس سنوات، كل عشر سنوات، كل 100 سنة. وإحنا بدنا نقابل هلا بعد السنة القادمة في 100 سنة على مشروع بلفور اللي أعطى شيء مش له، وإن شاء الله راح نشوف ناس من القانونيين إنهم يقولوا لحكومة بريطانيا أنت أعطيت شيء مش لك، وما كان في انتداب لما قلت هيك. يعني بدنا نشتغل مع بعض، بدنا يعني نعمل كل شيء ممكن يد واحدة نصل. وعندنا شيء نفيس جدا اللي هي جامعة القدس. جامعة القدس فيها من العقول البشرية اللي بتقدر تقولنا شو بدها القدس، شو بنحتاج في القدس. والحمد لله حطوا الخطة الاستراتيجية اللي راح إن شاء الله الصندوق يبدأ يعمل فيها. هذا جامعة القدس. طبعا بدنا كمان نوقف معها ونوقف مع جميع تلاميذ جامعة القدس. وأنا بقول لكم إنه مش 200 باثة، مش 200 مثل ما يقولوا شو يعني منحة، ولا 500,000 دولار للقروض الميسرة. بدنا نقول لكل طالب قادر إنه يروح على الجامعة، نعم إحنا راح نيسر قرض ميسر اللي تقدر تدفع بين 50 و75 دولار بالشهر لكذا سنة. فالمهم إنه يتقدموا، البنك جاهز والبنوك جاهزة إنها تعمل الإشي هذا، وبعدين بنحاول من صندوق وقفية القدس هالمنح هذه إنه إن شاء الله نزيدها من 50,000 ل100,000 لأكثر من ذلك. النية موجودة، بس المهم إنه نكون كلنا على إيد واحدة وقلب واحد إنه بدنا نعمل شيء بالقدس، وكله مقدور عليها. ما عم بطلب إشي مستحيل، كله مقدور عليه. الفلسطينيين الداخل والخارج بيقدروا يعملوا تقريبا مثل ما عملوا المشروع الصهيوني سنة 1897. بدنا نصلهم، بدنا نقول لهم إنه في عليكم واجب، ويشوفوا إنه فعلا الناس ما بتقعد تضرب بعض، بحبوا بعض. لما نحب بعض نقدر نصل. فهذا ما عندي. بأمل إنه الجامعة تكمل مشوارها العظيم. في عنا صندوق وقفية القدس، وفي عنا وقفية القدس البحث العلمي. جميع الجامعات الفلسطينية والمنسق الجامعة المنسقة لجميع الجامعات الفلسطينية هي جامعة القدس، وكذلك الجامعة الأردنية في الأردن هي المنسقة لجميع الجامعات الأردنية. فإحنا مصيرنا واحد مع الأردن، شعب واحد، وأرض واحد، مصير واحد. فبعتقد تجميع الجامعات مع بعض، الجامعات الفلسطينية والجامعات الأردنية، في إمكانيات التشابك كتير وتسهيل أمور الطلبة هون وأمور الطلبة في الأردن. وكذلك عم نسعى إنه نشوف كيف نقدر نشبك مع الجامعات الأوروبية والجامعات الأمريكية. والأشياء ماشي. كنت اليوم مع مدير الوقفية، وقفية القدس البحث العلمي، وتكلمنا أشياء كثيرة، وراح يحكي معك أخي أبو فايق بخصوص كيف نرتب إشي بعجلة، شو لازم نعمل، شو البرنامج لازم نعمله. أشكركم راح نصلها، راح نصل. ما عندنا، ما بنقدر نعمل معجزات، بس كلنا إذا التفينا مع بعض نصل.
بدنا نوصل صوتكم لإنهاء الانقسام، بدنا نوصل صوتكم للحكومة إنه لازم القدس يكون لها ميزانية موازنة محترمة تقدر تكون فيها، يعني أنا راح أطالب بين 30 و 40 مليون دولار بالسنة ونكمل الباقي من صندوق وقفية القدس. مثل ما قلت القدس تحتاج حوالي 100 مليون دولار، بين 70 و 100 مليون دولار بالسنة بتصمد القدس، وإن شاء الله راح نصل للإشي هذا. بدنا الإعلام يكون شريك معنا، يكون شريك معنا ويتقي ربه مظبوط ويحكي الحق إنه شو لازم نعمل. بدنا يكون شريك قوي معنا، مش إنه والله بدنا نحكي ونعمل، بدنا يكون شريك شاركنا نصل من دون ما نبالغ، من دون ما نعمل شعارات. خلاص بدنا نكب الشعارات برا، خلاص القدس فيها كل شيء. القدس إذا فيها المال تصمد القدس، لأنه بقول لكم جامعة القدس أحسن صمام لنا لمدينة القدس وصمود القدس. شكرا جزيلا وإن شاء الله بنشوفكم بخير. شكرا. شيء واحد نسيت أقوله، بدي أطلب من أخي عماد دكتور بوكشك إنه نرتب إشي اسمه بعد التخرج، بعد التخرج منشان نلاقي فرص عمل للتلاميذ، لأبنائنا التلاميذ اللي بتخرجوا. أنا حكيت مع أخوان إلكم في الخليج وفي البلاد العربية، في إمكانية كتير إذا رتبنا لهم الأمور التدريب هون، نشوف نشبه كيف نعمل تشبيك للتدريب منشان يكون كل طالب مش بس حامل شهادة، في عنده إمكانية إنه يشتغل. هذا بكون شاكر دكتور بوكشك إذا بنقدر نعمل شيء بالموضوع. شكرا. يا قدس يا محراب يا مسجد يا درة الأكوان يا فرقد، لقد كبرنا وترعرعنا على قصائد جميلة تتغنى بالقدس وجمالها وعروبتها وقدسيتها. وفي وصلة شعرية نستقبل الشاعر الشاب مهند ثويب ليتحفنا بجديده من الشعر عن القدس. سلام عليكم، على الحاضرين، على الغائبين، على الشهداء، على العاشقين، على بحر المدينة يمسح عن وجهي الأحزان والدمع والأغنيات. سلام عليكم، على من تاق يوما لنيل المعالي وعلق في جنبات الليالي قطوف الأمل سقاها بماء المقل. سلام على الأرض نادتنا فلبينا، سلام عليها كما أنبتتنا، كما زودتنا بهذه المحبة، وأنتم محبة. الحضور الكريم، مع حفظ الألقاب والمسميات، أصحاب السعادة والحضرة والسماحة، شموع القدس ورجالها، بقايا سورها الحجري، آخر ما وصلت إليه قدسية المكان، العازفون على خيط ناي، مطر على الأقصى، الدموع سلالم نحو السماء، والله يمد حبله، خذني لأندلس الغياب فربما تعب الحصان وتلك آخر صهلة. أهلا بالظلال التي سارت تقل سعيكم إليكم نحو فردوس العلم وراحة الجمال. أهلا بالصابرين الصامدين العاشقين الكاتبين تاريخنا بمداد الحياة على صحائف من نور. أقول لكم كما قال درويش، أشلاؤنا أسماؤنا لا مفر، سقط القناع عن القناع عن القناع سقط القناع. لا إخوة لك يا أخي، لا أصدقاء يا صديقي، لا قلاع، لا الماء عندك، لا الدواء ولا السماء ولا الدماء ولا الشراع ولا الأمام ولا الوراء. حاصر حصارك لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها واضرب عدوك بي فأنت الآن حر. صباحا كنت أقرأ ما كتبته الراحلة الجميلة نازك الملائكة في ريادتها للشعر الحر، بنشرها قصيدة كوليرا التي عبرت عن ما كان يحدث في الوطن العربي في مصر والعراق من انتشار هذا المرض في تلك الفترة. واليوم أعيد بعث منازك الملائكة من جديد لأصف الكوليرا التي تصيبنا، كوليرا أشد فتكا وأكثر دما، إنها كوليرا الموت تحت ركام الاحتلال.
والعنصرية والطبقية تحت مسميات عديدة. كوليرا، كوليرا العراق تعود موتا يقطف أو يقطف. من أقلق الأجداث فالشعراء يبكوا حسرة ودموعهم كالعامرية تعشق أو تعشق. نخب الهزيمة أم طقوس رحيلنا؟ أم شمس مقتول نأت لا تشرق؟ إن العراق جدار فصل يذرف وحمامة من طهرها رضع الصباح غمامه فاحمر كالشفق الممازج للدم. هذا نشيدي رددي لن تندمي. موتني يا موطني، موتني يا موطني والموت حقا أرأف. الشام قلب يعبس، وجع الطفولة أنجم محمولة في نرجس. حمل الهواء عبيره نحوي دنا ثم استحال دموع طفل يهمس. قال العروبة كذبة يا صاحبي، فاسأل حطام غرامنا واسأل وكيف النفوس تجمعت لقتالنا. كيف النفوس تقاتلت مع ذاتنا. إخواننا أعداؤنا، أعداؤنا إخواننا، فدماؤنا نهر وليس يقدس. أين الطفولة والقنابل تغتدي قبل الصباح تقتل؟ أين الطفولة والسلاح مقامر يختار طفلا مرة ثم يقبل؟ هيا بنا نعد وسائدي، هذه الوسادة جدتي والقبر هذا والدي. هذا الصديق مقرب حجر ونقش ضمني. قد أحضن الأشجار إن بقيت تداعب وجنتي وأغازل الأوراق هبي وانزلي. هذا الركام كلعبتي، هذا الركام لمنزلي، لكنني لن أنحني. سأظل كالشام العتية شامخا، والشام حقا تعرف، والشام لا تنزف. القدس تمضي خطوة نحو الرجوع، القدس تمضي خطوة نحو الرجوع. بحران بين ذراعها سفن النجاة بلا قلوع. ردت بقلب متيم للشام صرختها، صلت بتولا والغرام خشوع. تتداخل الأحلام في كون يواقع غيمة، تبكي لتبعد قاتلا عن جنة في الأرض أو في الروح. وتهب ريح الغرب تنثر قمحنا، تعوي وتعصف في القلوب وفي الجروح. وأنا كقبتنا أسير بحكمة، في الصبح أغدو للحياة مكللا ومعاندا، فأخاصم الجيش العتي برمية. إن الحجارة في اليدين بنادق، فالطفل هز كيانهم هز الدروع. والطفل يكتب مجدنا بأنامل، ويكور القمر البعيد قذيفة يهوي بها حتى يروح. في البيت يجلس يحتسي قدسية، يبكي لبعد حبيبة خلف الجدار، ويرتب الأقلام والأحجار في جوف الحقيبة مع دفاتر صفه، ويودع الأشجار. طفلان والقدس الجميلة شامنا، طفلان مرا بالعراق. كلر العراق تعود موتا يقطف أو يقطف، والقدس لا تنزف، القدس لا تنزف. شكراً للأخ مهند على هذه الكلمات الرائعة. ولا بد لنا من كلمة للقدس نستمع فيها إلى ما تواجهه المدينة المقدسة، لتكون لنا الحافزة والدافع لمزيد من البذل والعطاء لحبيبتنا القدس، مع كلمة محافظ محافظة القدس يلقيها السيد حمدي الرجبي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. في البداية اسمحوا لي أشكر مستضيفينا جامعة القدس ممثلة برئيسها وعضو إدارة وكفية القدس الدكتور عماد أبو كشك، والشكر موصول أيضا لإدارة هذا الصندوق وعلى رأسه السيد منيب المصري، ووجود طبعا أخ عزيز يجب ذكره وهو أحد أعضاء هذه الوقفية وهو سعادة السفير أحمد رويدي. والتحية موصولة لشيخنا الجليل عكرمة صبري والشيخ مصطفى أبو زهرة وكل الدكاترة الموجودين، تحية طيبة. وبعد، في الواقع إنما تواجهه مدينة القدس في ظل هذه الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال، وفي ظل هذا البرنامج اليومي الذي يستهدف وجود المواطن المقدسي على أرض القدس، من شأنه أن يدفع بنا إلى مرفأ العوز والجهل، وإلى طردنا من هذه المدينة، وإلى تزوير تاريخها من خلال استبدال
هذه الحجارة التي تحمل الكتابات الإسلامية على أسوار القدس وتزوير مدينة أخرى تحتها وفي أطرافها. إن الذي يقوم به الاحتلال تحديداً في موضوع التعليم من خلال تغيير المنهاج له علاقة بخلق جيل ليس فقط لديه جهل وإنما هو سياسة إحلال بالثقافة والتاريخ والحضارة، ومن هنا جاءت هذه الفكرة التي نحن شركاء فيها، وهي تعزيز العمل المجتمعي في القدس من خلال هذه الوقفية التي ينصهر فيها ومن خلالها المستوى الرسمي والمستوى الأهلي والقطاع الخاص وكل من يستطيع أن يقدم أي فكرة إيجابية في بناء هذا المجتمع للحيلولة دون طرد المقدسيين من أرضهم ولتعزيز ثباتهم وصمودهم فوق أرض القدس. ومن هنا أقول في موضوع تحديداً إقراض الطلبة والمنح، نحن عملنا من خلال هذه اللجنة وشاركناهم بالرأي وكنا معهم من خلال البحث عن المعايير والمواصفات التي يجب أن تنطبق على من سيأخذ هذا القرض، وللأمانة وجدنا بأن كل من توجه هو محتاج وهو بحاجة فعلا إلى هذا الدعم، ولكن حسب الموجود وحسب المتاح والمساحة الموجودة ممكن أن نقدم. ولكن لمسنا الحمد لله بأن هنالك مهنية عالية، خاصة وأن هذه اللجنة هم من مختصين يستطيعون أن يحددوا يعني بالبنان من هو بحاجة ومن ليس بحاجة، وبقضية الصندوق والصندوق تحديداً بجانب الطلبة له عدة أذرع الصندوق تاع الوقفية، ولكن نتحدث عن صندوق الخاص أو المختص بإقراض ومنح الطلبة المقدسيين الذي استراتيجيته كانت كيفية تسهيل وتذليل العقبات لكل الطلبة وتمكينهم من الالتحاق بالجامعات الفلسطينية وفي الخارج. والحمد لله وجدنا بأن العمل كان بشكل طاقم منسجم ينصهر ضمن الجهود الواحدة في تذليل هذه العقبات وبنجاح. نحن بحاجة لأن يكون هنالك عمل أكثر جرأة في القدس، نحن بحاجة لمبادرات أكثر نوعية، نحن بحاجة لأن يكون لدينا ليس خططا ولا يعني عمل له علاقة في موضوع بحثي، بينما إمكانية التطبيق هي التي ما نبحث عنها في ظل يعني هجمة كلنا نعلمها، ومن يريد أن يتحدث عنها قد يستطيع أن يتحدث ساعات طويلة، ولكن بفضل العمل الجماعي نستطيع جميعاً أن نصب لما نحلم به جميعاً. نحن بحاجة لدولة عتيدة عاصمتها القدس، لا يمكن أن تكون هذه الدولة دون بناء قدرات لشبابنا، دون دعم مفهومنا في تأصيل الفكرة التي لها علاقة بالانتماء من أجل القدس والتضحية من أجلها بكل ما نملك. كل شخص فينا إن كان على المستوى الوطني أو على المستوى المؤسساتي أو على المستوى الأهلي هو بحاجة لأن يكون يعني صاحب بصمة في تقديم ما يمكن تقديمه لهذه المدينة وللحفاظ عليها. دمتم ودام نبضكم ويعطيكم العافية. ولا يمكن أن نغادر هذا المكان دون أن نغتنم فرصة وجود سماحة الشيخ عكرمة صبري ليتحفنا بكلمات من كلماته العطرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذه فرصة طيبة
أن نلتقي بأهل العلم، أن نلتقي بالطلاب والطالبات، فرصة طيبة في أن نعلن عن إنجازات جديدة لصندوق وقفية القدس، وهذا ما نأمله دائماً لنسمع إنجازات تلو الإنجازات لهذه المدينة المنسية اليتيمة. ولا بد من تضافر الجهود في هذا المجال، وبخاصة مجال التعليم. والتعليم كالماء والهواء للإنسان، لا يمكن الاستغناء عنه. ولا يخفى عليكم أن أول آيات نزلت في القرآن الكريم هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الآيات التي تحث على القراءة وعلى الكتابة وعلى البحث العلمي، هذه الآيات التي سبقت البحث في التوحيد وفي العبادات وفي الأحكام الأخرى. وهذا يؤكد على أن التعليم أمر مهم، ونحن نشد على أيدي الإخوة القائمين على صندوق الوقفية في المزيد من مشاريع دعم التعليم. نشكر أخونا منيب أبو ربيح، نشكر كل من يعمل في الصندوق، لأن هذا المجال، مجال التعليم، أمر مهم لمدينة القدس. وأيضاً هذه الجامعة، جامعة القدس، بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى إنقاذ لوقوعها في التزامات وديون كثيرة، لأن هذا الصرح هو صرح معلم لمدينة القدس، بحاجة إلى من يسانده وأن يدعمه. وأن نسأل الله أن نكون قد أعطينا هذه الجامعة حقها. إن وقفية صندوق القدس هي من المشاريع التي تحتاج إلى دعم من دول عربية وإسلامية، بحاجة إلى وقفة من أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين، لأن كما علمنا أن هناك من أهل فلسطين المقتربين من يملكون الأموال الطائلة التي هي لا تقل عن أموال أخرى في البلاد العربية. فنحن نحث الرؤوس أصحاب رؤوس الأموال، أصحاب الأعمال في من أهل فلسطين المغتربين، أن يلتفتوا إلى فلسطين وأن يساندوا فلسطين. لا نريد أن نقارن أنفسنا بما يقوم به اليهود في الخارج. موسكوفيتش كما تعلمون يدعم القدس أكثر مما يتدعم الدول العربية هذه المدينة، وبالتالي لا يجوز أن يتخلى إخواننا الفلسطينيون المغتربون، لا يجوز لهم أن يتخلوا عن هذه المدينة. فلا بد أن نحثهم، لا بد أن تستمر قناة الاتصال معهم لتغطية مشاريع هذه المدينة على مختلف المجالات التعليمية والصحية والإسكانية وغيرها. لأننا كما تعلمون أن الدول العربية لم تفي بالتزاماتها التي قررت في مؤتمرات القمة العربية، لابد من أهل فلسطين أن يلتفتوا إلى فلسطين، ومن أهل وأن يلتفتوا إلى القدس بشكل خاص. نحن نشد على أيدي الإخوة في الوقفية. نشكر من يساهم في دعم الجامعة. وأيضاً لنا مطلب بسيط، هو الالتفات أيضاً للطلاب المقدسيين الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية الأخرى.
في نابلس وبيت لحم والخليل. هؤلاء الطلاب هم مقدسيون ولكن يدرسون في جامعات أخرى، نأمل أيضا أن يكون لهم نصيب من الدعم إن شاء الله. وشكرا لكم والسلام عليكم. توضيح بسيط بالنسبة لموضوع الجامعات، هذا الصندوق هو يمثل الجامعات المحلية الفلسطينية قاطبتان وأيضا الجامعات في خارج الوطن ومنها الجامعة الأردنية، وهنالك اتفاقيات موقعة أوريدي في هذا الموضوع. هذا للتوضيح، شكرا. بعد هذه الكلمات جميعها نوجه الخلاصة إلى الأستاذ أحمد الرويضي الأمين سفير المنظمة التعاون الإسلامي، حيث أننا جعلنا ختام الكلمات ختامها مسك مع الأستاذ أحمد الرويضي لكي نوجه رسالة عبر كل الأطراف وعبر كل الجهات، لتكون هذه رسالة موحدة إلى منظمة التعاون الإسلامي التي نحييها مشكورة لضرورة دعم القدس باعتبارها عاصمة منظمة المؤتمر الإسلامي. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، الشيخ أكرم صبري، العم أبو ربيح، دكتور عماد، أخي حمد الرجبي، العم مصطفى أبو زهرة، أخي عزام الهشلمون ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية، الحضور جميعاً مع حفظ الألقاب والمسميات. الحقيقة كل ما نقف هنا بجامعة القدس ندرك أهمية هذا المعلم الأكاديمي العلمي الوطني الذي يخدم مدينة بحجم مدينة القدس، سواء من ناحية أكاديمية أو من ناحية الوجود على الأرض. يعني نحن سعداء دكتور عماد أنك برأس هذا الهرم تخدم مدينة بأكثر من زاوية، ليس فقط من خلال الجامعة، وإنما وجودك بصندوق ووقفية القدس كأمين لسر هذا الصندوق وجهدك العالي معنا بتطوير الفكرة الذي بدأ فيها العم أبو ربيح والذي كان الهدف منها تجميع الطاقات. هذا كان الهدف العم أبو ربيح كما أذكر في بداية الحديث، أن نجمع الطاقات، لا يريد الصندوق أن يزاحم أحد، إنما ما أراده أن يجمع الطاقات ما بين الجهاز الرسمي والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي ورجال أعمال الذين يرغبون بأن يكون لهم مساهمة بدعم المدينة من ناحية والاستثمار من ناحية أخرى. يعني الصندوق أيضا جهة استثمارية من أجل أن نجد مصدر دخل ذاتي يشارك فيه رجال أعمال الفلسطينيين أولا، لنتوجه من خلالهم إلى رجال أعمال العرب والمسلمين. وبالتالي كل الثقة بهذه الفكرة. نحن في منظمة التعاون الإسلامي من خلال تعليمات معالي الأمين العام طبعا دعمنا فكرة الصندوق، وقلنا بأهمية أن يبدأ نقاش مفتوح مع أجهزة المنظمة المختلفة، وفعلا كان هناك اجتماع مع الصناديق الإنسانية التابعة للمنظمة في قطر، وتم توقيع اتفاقية بحيث يكون هناك مساهمة من قبل الصناديق الإنسانية دعما لصندوق القدس ومن خلاله لمؤسسات وأهل المدينة. وأيضا كان هناك اجتماع للغرف الإسلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في قونيا في تركيا، وحضر الصندوق والعم أبو ربيح، وكان هناك مداخلة للصندوق، وفعلا كان هناك قرار بتشكيل لجنة لمتابعة التوصية الهامة بأن تساهم الغرف الإسلامية التي تجمع رجال أعمال في الدول الإسلامية 57 دعما للقدس من خلال أيضا الصندوق. إضافة إلى ذلك صندوق التضامن الإسلامي اللي بعتقد بدأ بالتواصل وعلى عبر عن استعداده لدعم وقفية في داخل مدينة القدس، وخصص مبلغ لهذه الوقفية من صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وإن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين في اجتماع رياض لصندوق الوقفية لمجلس الإدارة والأمناء بدعوة من سمو الأمير التركي، كان المفروض يحضر معالي الأمين العام هذا الاجتماع لمنظمة التعاون، ولكن بسبب ارتباطه بالمبادرة الفرنسية اللي تم دعوة لحضورها في نفس يوم الاجتماع قد كلفنا في الحضور نيابة عن منظمة التعاون، وبعتقد أنه هذه إشارة إيجابية نفهمها باتجاه الثقة بإمكانية أن يكون هناك مساهمة إسلامية من خلال رجال أعمال لصندوق وقفية القدس، وهذا ما سنسعى له بالتنسيق مع مجلس إدارة الوقفية والصندوق في الأيام القادمة. على كل هذه فرصة إيجابية إنه نتحدث، نستطيع أن ننجز في المدينة إذا عملنا بيد واحدة بإخلاص وبحقيقة، وإذا فعلا كان لدينا نية صادقة بتنظيم أدوات عملنا حتى فعلا ننتج في المدينة. الكل شركاء، الكل مسؤول، الكل يستطيع أن يجد له مربع في إطار مجموعة هذه المربعات ليكون له بصمة إذا أراد. الباب الآن كتحدث كأمين صندوق لهذا الصندوق، الباب مفتوح للجميع، حتى المساهمة المالية في إطار الصندوق مهما كانت صغيرة هي جزء من المساهمة باتجاه المدينة. وبالتالي أصلاً الفكرة الأساسية، أنا دائماً بذكر عمي أبو ربيح، صحيح أنه رجال أعمال و70 مليون و100 مليون، لكن كانت الفكرة أن نبدأ في جوامع الوطن بمساهمة الفلسطيني اتجاه مدينة القدس، لأنه إذا بدأنا بالفلسطيني أولاً وضع شيكل في صندوق لدعم القدس، نستطيع أن نتوجه للمسلمين ونقول أنه الإمكانيات الشعبية لأهلنا رغم وضعهم السيء هاي هي، فتفضلوا معنا، هون رح نلاقي التجاوب الكبير. وهون باعتقادي الثقة اللي رح نلاقيها بالصندوق كوسيلة لنبني عليها اتجاه تفعيل المشاريع التنموية اللي هي بتحارب البطالة وبتحارب الفقر وبتساعد أهلنا بالقدس. على كل أيضا أذكر يعني من باب التذكير لدور منظمة التعاون وبنك التنمية الإسلامي أيضا التابع للمنظمة، قام بتوقيع اتفاقية مع صندوق الوقفية بقيمة 4 مليون خصصة لدعم المؤسسات، وأعلن عن للمؤسسات بتقديم المشاريع، تقدمت المؤسسات، والآن لجنة المشاريع ستعقد اجتماعها في نهاية هذا الشهر لتكون أمينة باتجاه اختيار المشاريع التي تخدم المجتمع المقدسي. وبالتالي احنا صريحين معكم، راح نتعامل مع هذه المشاريع بشفافية مطلقة، لن نتعامل معها إلا بهذه الطريقة حتى ندرك بشكل حقيقي انها بتقدم خدمة. بالنهاية الصندوق جاي يضع بصمة، وكما ذكر عم ابو ربيح بدأ القطار يسير، واللي بحب يطلع بهذا الصندوق اهم شيء عم نتعامل فيه هو الشفافية والمصداقية. أنا بشكر الجميع وبتأسف للإطالة، ودعوني أشكر أخوي طاهر، يمكن ما حدا ذكر، وأخونا طاهر الديسي مدير الصندوق اللي الحقيقة عم بعطي كل الجهد إنه إحنا ننجح باتجاه عمودي وأفقي، يعني بمعنى إعطاء الأولويات جميعها. مهمة صعبة مش سهلة إنه ندعم الإنسان وندعم المؤسسات وكمان نفكر في الطلاب ونفكر أكثر. الآن فاجأنا عم ربيح في الخريجين، نبحث عن فرص عمل إلهم بالنسبة للمستقبل. نتمنى من الجامعة أن تبقى إشارة أساسية، الجامعة عنصر أساسي في هذا الصندوق، وجودها مهم جدا. وبالتالي إحنا دعوتنا لدكاترة الجامعة أخي عماد كمان مرة يكونوا أساسيين بطرح الأفكار والمساهمة معنا بالخطط والبرامج والبحث عن المشاريع اللي فعلا تحتاج إلى التنفيذ. كل التحية لكم، وإن شاء الله طلابنا اللي بيستفيدوا من هذا الصندوق إنهم يكونوا عنوان في القدس في المستقبل، وشكرا لكم. والآن ندعو العم أبو ربيح
والأستاذ الدكتور عماد أبو كشك ومن يرغب من الحضور الكريم لتسليم المنح للطلبة المبدعين لبعض الطلبة المبدعين أكاديمياً، وهم بعض ممن حصلوا واستحقوا هذه المنح من صندوق أقفية القدس، فليتفضلوا. فليتفضل الجميع، مجلس الإدارة وسماحة الشيخ عكرمة والسيد حمدي والأخ أحمد. الطالبة سماح وليد زكي قواسمي، طالب نعمتي هاني كامل جناني، الطالب روان محمد علي ناصر، طالب موسى أبو غزالي، الطالب علا فتحي خضر أبو الحمص، الطالبة هيا محمد أمين جميل بيت، الطالبة نرمين محمد علي ناصر، الطالب أحمد محمد صالح صلاح الدين،